نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا ومرحبا بكم. وإلى عناوين هذه النشرة: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بنجاح موسم الحج. العميد طارق صالح يطمئن على صحة جرحى مهرجان عيدنا تعز السادس ويوجه بالتحقيق وضبط الجناح. وزير الأوقاف يعلن استكمال حجاج بلادنا أداء مناسك الحج للعام 1444 هجرية. إلى التفاصيل، أهلا ومرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيتي تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1444 وعبر هجرية. وعبر فخامة الرئيس في برقيته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده عن أسمى آيات التهاني بما تحقق من نجاح كبير لموسم الحج لهذا العام، وذلك بفضل الله عز وجل وجهود وعناية القيادة السعودية الحكيمة وحكومتها الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسك الحج بكل يسر وأمان. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تهانيه للرئيس شيخ محمود وتمنياته لفخامته وافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الصومال الشقيق الأمن والازدهار والاستقرار. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح اتصالا هاتفيا مع محافظ تعز نبيل شمسان للإطمئنان على صحة الجرحى الذين أصيبوا جراء اعتداء مسلحين على مهرجان عيدنا تعز السادس. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي سرعة التحقيق في الحادثة وملاحقة الجناه وإحالتهم إلى الجهات المختصة والاهتمام بالجرحى وعلاجهم. وأشاد العميد طارق صالح بتفاعل أبناء تعز مع المهرجان العيدي الذي احتفى فيه بواحد من أبرز الفنانين اليمنيين المخضرمين الفنان محمد محسن عطروش. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو الزرع المحرمي برقية عزاء ومواساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي عزاه فيها بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته. وأعرب المحرمي في البرقية عن خالص تعازيه للدكتور يحيى الشعيبي بوفاة والدته وإلى جميع أفراد عائلة الشعيبي بمصابهم الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدتهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء ومواساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي عزاه فيها بوفاة والدته. وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن خالص تعازيه للدكتور يحيى الشعيبي وإلى جميع أفراد أسرته وآل الشعيبي بهذا المصاب الأليم، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكن فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي بوفاة والدته. وعبر بن دغر عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
أعلن وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة استكمال حجاج بلادنا وعددهم 24,550 حاجا أداء مناسك الحج لهذا العام 2444 هجرية ونجاح هذا الموسم وفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير المرسلين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، فإنه وبفضل من الله تعالى وتوفيقه، وفي هذا اليوم السبت 13 من شهر ذي الحجة للعام 1444 هجرية الموافق 1 يوليو للعام 2023 ميلادية، نعلن في وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال أداء حجاج بلادنا البالغ عددهم 24,255 حاجا لمناسك الحج، ونجاح هذا الموسم وفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة. فقد تكللت عملية إجراءات الحج بنجاح منذ إعلان التسجيل وحتى انتهاء الموسم. لقد حرصت وزارة الأوقاف والإرشاد على وضع معايير وضوابط من شأنها تجويد الخدمات لحجاج بلادنا في المساكن والنقل والإعاشة والمخيمات والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات المصاحبة لأعمال الحج، بحيث يؤدي الحاج مناسكه بكل يسر وسهولة. ومع ذلك فإننا نلتمس العذر من أي تقصير محتمل لا يخلو منه جهد بشري أو خطأ غير مقصود، ونعد الجميع ببذل المزيد بإذن الله تعالى لما فيه خدمة مواطنينا القاصدين بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. كما أننا ومن منطلق مسؤولياتنا الإشرافية والرقابية قد اتخذنا الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة بحق بعض المنشآت والوكالات والشركات التي أساءت استخدام صلاحياتها أو قصرت أو فرطت في مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها تجاه حجاج بلادنا. ونحن إذ نعلن نجاح هذا الموسم لنشكر الله سبحانه وتعالى شكراً عظيماً الذي أعانى ويسر وسهل لحجاج بلادنا أداء مناسكهم، كما نشكر بعد الله قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وجميع نوابه ودولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على متابعتهم الدائمة لحجاج بلادنا. ونشيد بالجهود الكبيرة لقيادة الوزارة وقطاع الحج والعمرة من وكلاء ومديرين ومختصين، ولكل اللجان العاملة والقنصلية والشركات الناقلة والوكالات والجوازات والجمارك وشباب حضرموت وقيادة منفذ الوديعة المدني والعسكري وجميع من أسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام. كما نثمن دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كافة التسهيلات المقدمة لحجاج بلادنا وجميع حجاج العالم الإسلامي، ونثمن كل الجهود والترتيبات التي قدموها لخدمة ضيوف الرحمن، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. نسأل من الله تعالى أن يعيد حجاج بلادنا وحجاج العالم إلى ديارهم سالمين غانمين،
وأن يتقبل منهم حجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والذي يستمر حتى 7 يوليو بمقر المنظمة في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة أعضاء المنظمة البالغ عددهم 194 دولة. وجرى خلال الجلسة العامة للمؤتمر انتخاب رئيس المؤتمر ونوابه وتعيين اللجنة العامة ولجنة الأوراق الاعتماد. وألقى مدير عام المنظمة الدكتور شو دومونو كلمة أكد فيها على أهمية إعادة الإصلاح وإعادة بناء منظمة الفاو بما ينسجم مع التحديات الراهنة للنهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ على الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن الغذائي. من جانب آخر، حضر الوزير السقطري حفل الاستقبال ومعرض الصور حول تجربة الصين في تنمية القطاع الزراعي والسمكي، الذي حضره أيضا وزراء الزراعة المشاركون في أعمال الدورة 43 لمؤتمر منظمة الفاو، وذلك في مقر مندوبية الصين في روما. وفي ذات السياق، شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري في فعاليات الحدث الوزاري رفيع المستوى للدول النامية والأقل نموا بعنوان تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تنفيذ خطة عام 2030 وتسخير إمكانيات الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية، الذي عقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة في العاصمة الإيطالية روما. استعرض خطة بلادنا لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي للفترة من 2023 إلى 2027، التي تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسية لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي. ونوه الوزير السقطري بالدور الذي قامت به الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ضمن مبادرة يدا بيد، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار لتحقيق الهدفين التنمويين القضاء على الفقر والقضاء على الجوع. وأشار في الجلسة الخاصة بالاستثمارات اللازمة لسد الفجوة إلى جهود بلادنا عبر عدة قطاعات ممثلة بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية لسد الفجوة في الاستثمار وتسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية وما خلفتها من أضرار كبيرة في البنية التحتية للقطاع الزراعي والسمكي. وأشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية لأهمية انعقاد الحدث، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك والخطة الاستثمارية بأولوياتها المشتركة وإطار نتائجها وميزانياتها الموجهة نحو النتائج هي فرصة لليمن بالتعاون مع الشركاء الداعمين لإعادة مركزية قطاع الزراعة والأسماك. زار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أبطال المنطقة العسكرية السادسة المرابطين في جبهة الكنائس بمحافظة الجوف. وخلال الزيارة هنى رئيس هيئة الأركان المقاتلين الأبطال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقل لهم تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري. وتفقد الفريق بن عزيز أحوال المقاتلين في الجبهة مشيدا بمعنوياتهم المرتفعة، وهم يرابطون في المتاريس خلال أيام العيد دفاعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية. وقال في كلمته للأبطال: متى ما تحقق لشعبنا الأمن والاستقرار وضعنا البندقية ومضينا في التنمية، لكننا لن نضعها حتى يتحقق الأمن والاستقرار لبلدنا وشعبنا، مثمنا دور التحالف العربي بقيادة السعودية في دعمها للقوات المسلحة في المعركة المصيرية في مواجهة أداة إيران في المنطقة تنظيم جماعة الحوثية الإرهابية. من جانبه، عبر رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية عن شكره لرئيس هيئة الأركان العامة على الزيارة، مؤكدا تمام الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة للمنطقة.
كما زار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أسرة الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي، وتبادل رئيس الأركان التهاني مع ذوي الشهيد الشدادي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوطن لن ينسى البطولات التي سطرها الشهيد الشدادي وتضحياته العظيمة، وسيظل خالدا في قلوبنا وذاكرتنا الوطنية. وقال الفريق بن عزيز: لقد كان الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي مناضلا جسورا قاد المعارك بشجاعة ضد تنظيم جماعة الحوثية الإرهابية منذ الوهلة الأولى لانقلابها، ولقنها دروسا قاسية وألحق بها هزائم مذلة. وأضاف: لن يتردد الشهيد في الانتصار للجمهورية والمبادئ الوطنية، وقدم روحه في سبيل الوطن وهو يقود المعارك ضد تنظيم جماعة الحوثية الإرهابية في الخطوط الأمامية للجبهة. من جانبهم عبر أبناء الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي عن سرورهم بزيارة رئيس هيئة الأركان العامة، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بالشهيد والمضي بالنهج ذاته في الانتماء للوطن والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها. نفذ فريق التوجيه المعنوي والإعلام بمحور أزال بتكليف من قائد المحور العميد ياسر المعبري زيارة عيدية للأبطال المرابطين في المتاريس الأمامية المتقدمة بقطاع سيطرة المحور بمديرية باقم بمحافظة صعدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وهنأ قائد محور أزال العميد ياسر المعبري الأبطال المرابطين في محور أزال وكافة المحاور والجبهات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الله يعيد في الجبهات، مؤكدا أن التكليف بهذه الزيارة يأتي لمشاركة الأبطال مشاعرهم العيدية ورفع معنوياتهم وتوزيع الهدايا العيدية عليهم، مثمنا رباطهم في مواقعهم لاستعادة الشرعية والجمهورية من الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. وعبر الأبطال المرابطون عن شكرهم لهذه الزيارة وهنوا أسرهم والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وجميع أعضاء المجلس وكافة أبناء الشعب بهذه المناسبة الدينية. وأوضحوا أن رباطهم في هذه المواقع انطلاقا من حرصهم على الدفاع عن الوطن ومواجهة ميليشيات الكهنوت الإمامية، مؤكدين ثباتهم حتى استعادة الجمهورية وتحقيق النصر على ميليشيات الحوثي، وذلك هو العيد الذي يسعون إلى تحقيقه. والله العيد في الجبهات أفضل عيد بالنسبة لنا، ولنا الشرف أن احنا نكون مجاهدين مدافعين عن الدين وعن الوطن وعن العقيدة. يكون لنا الفخر أن نكون جنود لهذا الوطن حامين، لأن هذا العصابة الكهنوتية لا تعرف السلام ولا تعرف الحوارات ولا ما تعرف إلا لغة السلاح. والله العيد كان من المفروض أن احنا نكون الآن بين قهالنا وبين أهلنا وبين أسرنا، بس الواجب والواجب الوطني علينا ان احنا نكون في متارسنا. نحن اعيادنا فخر، اعيادنا عزه وكرامه واباء وشموخ، اعيادنا اعياد نضال، اعيادنا جبهاتنا. نحن بكل عزه وفخر نقف في المتارس الاماميه ضد ميليشيا الكهنوت، ونعتبر ذلك فضل من الله ان من الله به علينا. اطلع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة على أحوال الجرحى الأبطال في العاصمة المؤقتة عدن من جرحى الحرب المقعدين في منازلهم في إطار الزيارات العادية التي يقوم بها لتهنئتهم بالعيد، الاطلاع على أوضاعهم الصحية ومستوى الرعاية الطبية والعلاجية التي يحتاجون لها. زيارة عيدية قام بها وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة استهدفت الجرحى وضحايا الحرب المقعدين في بيوتهم. الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات عيدية للجرحى وضحايا الحرب لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديم هدايا رمزية بمناسبة العيد والإطلاع على أوضاعهم الصحية ومستوى الرعاية الطبية والعلاجية التي تقدم لهم، ناقلا لهم تحايا القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة وقيادة السلطة في العاصمة المؤقتة عدن. تغمرنا السعادة والسرور ولنا الشرف في أننا قمنا بزيارات يعني معايدة وعيدية للجرحى المقعدين في منازلهم في عدن،
قد قدمنا لهم التهاني والتبريكات نيابة عن القيادة السياسية ونيابة عن السلطة المحلية، وقد استمعنا إليهم واستمعنا إلى احتياجاتهم سواء كان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من الكوادر الطبية سواء كان في العلاج الطبيعي أو من مستوى الأدوية المقدمة شهريا لهم. وقد وجهنا بمضاعفة الجهود الذي يقوم بها الكادر الطبي في العلاج الطبيعي وغيره، كما وجهنا بإعادة تقييم الأدوية المقدمة لهم سواء كان الشهرية أو الأسبوعية. وفي هذا اللقاء أيضا كان هناك تناقل وجهات النظر حول الخطوات القادمة سواء كان في الترقيات أو كان في متطلبات أخرى من الترقيم. دلالات الزيارات العيدية التي قام بها وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، والتي استهدفت كل مديريات محافظة عدن وتستمر طوال فترة العيد، هي تعبيرا عن مدى التقدير والاعتزاز بالمواقف الوطنية التي سطرها الجرحى الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن. أنا الجريح عمر زيد أحمد حريش، أصبت في 2017 تاريخ 1/7، أصبت في إطلاق نار في كهبوب، أجيت بسحب جثة القائد عمر سعيد والقناص ضربنا يعني الحمد لله، وداب إلى شل نصفي وقم بالعلاج، وسفرني الأخ الوكيل على النوبة في 2017 شهر 5 إلى الخارج للهند، وقمت بإجراء بعض العمليات ورجعت مرة أخرى يعني الحمد لله، ومرة ثانية عادنا وقاموا اليوم بزيارتي للمنزل لرفع معنوياتي، وشكرا جزيلا للأخ الوكيل على النوبة ولجميع الطاقم لحضورهم للمنزل. بالنسبة لزيارة الأخ الوكيل على النوبة هذه الأيام للجرحى يعتبر بمثابة هدية رائعة، فالجرحى هم بحاجة إلى الرعاية والاهتمام الدائم، خاصة هذه الأيام في تقصير قوي جدا من قبل الدولة، لكن الوكيل عربي النبى ربنا يجازيه الخير ما أصاب على ودعمه الحمد لله الحمد لله. مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للجرحى الذين استهدفتهم الزيارات، سواء الجرحى الذين أصيبوا في الجبهات وخطوط التماس الأولى أو ضحايا الحرب الذين أصيبوا بقذائف ورصاص العدو الحوثي، هو ما هدفت إليه زيارة الوكيل النوبة الذي وجه الكوادر الصحية إلى مضاعفة الجهود لتقديم خدمات طبية فاعلة، منها ما يتعلق بجلسات العلاج الطبيعي وكذا تقييم مدى فاعلية الأدوية التي تصرف للجرحى بشكل دوري ومدى استجابتهم للعلاج، فيما عبر الجرحى عن عظيم امتنانهم لهذه الزيارة وما تشكله لهم من معنويات في ظل هذه الظروف التي تشهدها بلادنا. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي عدن. أما الآن مع حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. We'll be right back.
الأخبار انتهت. هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بنجاح موسم الحج. العميد طارق صالح يطمئن على صحة جرحى مهرجان عيد نتعز السادس ويوجه بالتحقيق وضبط الجناح. وزير الأوقاف يعلن استكمال حجاج بلادنا أداء مناسك الحج للعام 1444 هجرية. ختام النشرة لكم أجمل التحايا وأطيب المنى، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.